التريون القروي. فوالا كاع التريون القروي كيفاش كاين كيفاش ولا شنو الالوان اللي تبدلت فيه. دونك كيما نعرفوا جينا في القرن 19 معناها دكه. دونك لبسه جديده جيتنا وقتها هي الاصل الاصيل تركيه معناها دكه. نشوفوا في النقشه والحكايات نتاعها جينا نلقاو برشا حاجات من الاصول التركيه من التريون نتاعنا. دونك هو حاجه هو لبسه تلبس في الحنه نتاعنا وبيان لوطيه كيما نقولوا القيروانيه. دونك هو كاين عباره على سرويل عربي كبير تلما هو كبير السرويل يقعد يخدم بالعام للعام الرجل الوحده. ايوا بالتريزا كانت تخدم بالتريزا بالخيط الفضي نقولوا ايه. احنا ايه. وبيا بالكونتيل ولا العدس مولا. زمني كان بالعدس وكونتيل كونتيل. دونك ساقو تلما كبيره يظهر جوب ما يظهرش بانتالون. دونك كاين فيه بانتالون وبدك التبديله نتاعنا والفرمله هذيك هذيك والتاقيه نتاعو. يوسف قلت يوسف سيفتو يعمل لنا هكا فيت في ريغيرش على وشوف لنا التريون هكا ويحط لنا اكسبوزي. دونك كاين فيه هكا باغ البنطلون والكورساج هذيك كاين فوق الفرمله العربي هذيك اللي تبدا بتناقر لهنا. حساره كوا يقولوا هذيك الحساره هي اصل صحيحه صحيحه الحسارة ديك هي كم سي تحصل التاي معناها فوالا تسمى الحسارة. اي فوالا فما سانتور اللي تجي على السرويل زايدة معناها هي الأصل اللي يبقى فيها كتناقر هذي بيان شو هذيك الزمنية توا تبدل شوية ولا كورساج فوالا كيما اللي شابوه ويبدا فيهم الكتلابج هذوكم يبداو يبداو بالفضة مخدومين والا بالعنبر كان المشموم العنبر يتحط وتتحط. الوليد قاعدين يعملوا في حركة الجلوة اللي هو يظهر جلوة هي أمازيغية جلوة نتاعنا ساعة نتاع قروين الجلوة. اي داكو قروية جلوة خاطر في بالي الجلوة بالقمجة والقمجة مش نتاعنا القمجة. احنا عندنا برشا هو كل بلاد ورتالها نقولوا أيوة. احنا القمجة نتاعنا تتخدم مع داس وكونتيل والسرويل نتاعها وفيها برشا لبسة كل مش كيما نتاع الساحل مش كيما نتاع أيوة. الساحل الساحل بالفولارة الحمراء والخضراء مش كيف كل فوالا هذه الترايون الموديرن اللي قاعدين نشوفوا. اي هذه الموديرن هذاك كيف الموديرن بلي مش تحسوا برشا في هكا هو هكاك تيلمون كاين عدس وكونتيل العدس يسر رزين كاين كي يلبسوا السروال يهزوا معاها وتحت السروال يحطوا حزام كامل بالقطن يعبيوها المراه بالقطن في التايم تاعها تيلمون تذبح بالرزم تاعها توا خف ولا كونتيل كهو قال لي والله بالرسمي مانيش هاي 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 كيفاش تنجم تتحرك بيه يعني. كانوا برشا راهو كانوا يعاونوها راهو يا احمد كانوا يعاونوها وتمشي بالرنة كان مش كيما توا تعمل شوتينغ وتدور بيه قروين كيف تدخل للصاله 10 غير ربع ولا 11 غير ربع كان ياسر هذاك علاش يخليه يحطوا القطن تحت التبديله وتحت السروال تلمون يذبح ورزين برشا داكور هذا هو الحق نتاع ربي الحق نتاع ربي يوهر عروسه على الغير وهره كاينش في الوان راه داكو هذا اللي باش نسالك كان هكا كلاسيك نوار كاين نوار مخدوم يا بالخيط الفضه اللي هو لارجون يا بالدوري هكا أيوة. اللي هو عدس وعقيق هكا دونك تو تطور ولا في الوان ولا في برشا كرياسيونيتا ما عادش البوردو معناها ماهوش البوردو والبلو دخلوا معناها جدد دخلوا في التسعينات هذوك أيوة. دونك هو الاصلي زمني نوار. هو نوار داكو نوار مخدوم يا بالارجون يا بالدور القماش دابيتود الفلو القماش فلو فوالا ما فماش توا ولاو يخدموا على الشانتونغ ولاو على ساتان مي هو اون فلو اون فلو. والله عندي سؤال بالحق ايه ايه الكل فهمتي قديش بالحق مش كرير احنا عروسه باش تعملوا لها هي باش يقعد لها سجنين يفرق خاطر الخدمه قبل في كانت في المعدل قديش في المعدل في 3000 4000 هكاك سبعه هو الكلفه معناها بين خياطه وتريزه انت مثلا ما عرفش ما تجيك عروسه باش تعمل لها هذيك يتكلف اني قلت انت وحسب الخدمه اللي فيها على خاطر قد ما يكون فارغ اقل شارجمون يولي اقل على قد ما معناها الكاليتي نتاع السلعه تفرق لهنا الكونتين ماهوش رخيص وليد العامله
قلت معناها غارمون تاع باش نلقاو سبيسيال واللي يخدموه ماهمش اي حد لازم يخدموه مش اي حد اي مش اي حد يعمل النقيشه هذيك والبغوتغي هذيك دونك ديجا وابارامون حتى الغلطه بحسابها في النقيشه بيان سور بيان سور هو الكل مخدوم كيما الجرافيزم معناها هكا يتخدم فكرت كيما قبل نقولوا زربيه بالتنقيله فوالا هي ديجا باش نحكيوا على الشيما هذايا التنقيله التنقيله هي كانوا ما كانوش فما تليفونات وينقلوا دونك ديزاين يجي في مخك باش يكتبوه في الورقه ويصوروه ويحسبوا الغرزه بالتنقيله بالمليمتر بالكاروس الصغار هذوك بالكاروس الصغار كيما راهو فيهم احنا هذوما اما هما يسطروهم ويقول لك التنقيله حسبها على 13 ولا على 14 بل بل في الزربيه كيما الزربيه قبل هذه حسب بالمليمتر تقول لك كل مليمتر باش تطلع 4 مليمتر وتهبط 6 وتعمل بومبي دونك فما تقدر الغلطه بحسبها والملي بحسب بيان سور غلطه بحسبها بون توا ولا يتكلف برشا في الكريم تاعو مالغري قبل راه ما كاينش تكري كاين دار فلان عنده تلايون عندها فلان تاخذ من عندها العيله فلان باش تاخذ التلايون نتاعها يتسلفوها كان يتلبس بسلسله القصه ما كانوش العباد تقدر الناس الكل تشريها دونك هذيك الكلها تمشي سلف سلف توا ولينا دار فلان عندها كذا تسلف لدار فلان ويخدم وكان كان في السرويله كها ومن بعد في التسعينات ولا في جوبيت فما شويه جوبيت تلقاوهم وطلع في البوردو لوبيرجين والبلو توا رجعنا بالتوالي ورجعنا للكابوس الغارق كان ريتوه هذا شنو هذا يتسمى كيف كيف موديرن هذا موديرن روج هذا فوق الباسكا اللي فوق السور جوب ايوا الباغو انا تحته ديجا بونتالون تحته بونتالون مخدوم شفت لي زيبول لهنا لي مانش بوفان هنا مع الفي قبل ما كانوش يلبسوا برشا في الحصاره صحيح صغيره لي مانش يعملوهم عاليين فوقهم اكجيلي هذيك الحصاره باش هكا كوم سي تستر فهمت توا نلقاو البالكوني نلقاو لي مانش بوفان نلقاو جمون فو نلقاو توا في المدينين قبل ما كانش صحيح قبل ما كانش عندنا برشا طوندانس اي كانت الحنة كان نسي صافي فماش رجيل وخمس وزبيب فكينش فما دونك تلقاك الحسارة مزيينة مخدومة كما قلنا السيق تقعد تخدم بالعام أيوة. كل عام تخدم سيق من مارس المارس نتخدمو سيق عند الترازة الوحدة معني ترازة واحدة قولك من العام لعام قاعد نخدم في سيق واحدة دونك ياسر نطول الحكاية وياسر تاكل تكلفة معناها أكثر من توا اللي توا ولا يجي ديزاين حاضر من الهند حاضر نعرف جوست نعملوا لابليكاسيون كها واخف كيما قلت انت فوالا انا شفنا ليكزامبل نتاع المدينين حلويس حاج بيته كا بالكوران نتاع فاعت تاجي يا ريت تاجي هي حاطتها فوق الفولا فوالا والفير هذه المعشور هذا منوطه ماهو سروال نورمالمون كيما قلت ايفازي شوف يكون البنطلون با تيليفون يكون معناها اي هو البنطلون تيلمون هو بطبيعته با تيليفون هو حتى في فصال 280 معناها كبير برشا فهمت السيق الواحده الحقيقه برشا قاعدين نشوفوا في العنبر دخلوا فيها الفضه دخلوا فيها الكوراي برشا حاجه دخلها في الترايون الزمني تاعنا يقعد من ازين الملابس التقليديه نتاعنا نتاعنا فوالا الحقيقه يقعد ديما كما قلت انت زين العروسه القرويه ولا امخامه القرويه عنده تابع وعنده صحيح الشغم نتاعو والتابع نتاعو محلاها لبستنا ومحلاها صحيت في كنا نرجعوا هكا شويه الحريم السلطان باش نلقاو برشا حاجات فيهم هكا التوش نتاعنا نتاع تقول يا هذا شبه للتلايون خاطر ماخذين برشا من الاندلس وماخذين برشا من التقاليد نتاعهم دونك هو جينا ديجا تركي التلايون تري بيان اغلب اللبسه التقليديه اليوم اللي تدور في تونس اغلبها عثمانية عثمانية ترجع لعهد البايات اغلبها عثمانية كاين القمجة نتاعنا اللي هي جات من الامازيغ نتاعنا صحيح اللي هو فوالا احنا كل مرة هكا الحاجة الجميلة انه تو ولينا ناخذوا الحاجات التقليدية ونخدموها ونعملوها ريفيزيتي هذه الحاجة صحيح 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 ولينا في برشا مناسبات وهذه حاجة تفرحنا برشا اللي يكون عندنا دائما كموروث ثقافي بيان سور ولا امبرانت نتاعنا في اللبسة في الماكلة في برشا حاجات وهذه تقعد دائما هويتنا التونسية القيروانية مشكورة جدا نوفي وكانت هذه الرنوية.